انا بقى انا بس عايز اقول، بس اكرر دي لانها بالنسبه لنا ده منشط انا عايز الناس تعرفه. على مسؤوليه الدكتور معيط وهو واحد من افضل وزراء الماليه في مصر، بيقول لي ان الدين الخارجي هو في الحدود الامنه المسموح بها، وربما تقل في المعدل عن بعض الدول التي في نفس ظروفنا. الكلام ده هو كلام كده صحيح يا دكتور معيط؟ مظبوط 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 انا مظبوط. ودايما بقول لحضرتك هو دايما لازم ما يغيبش عن ذهننا، احنا كنا الاول بنستلف عشان نحط دعم البنزين والسولر في تنكات العربيات، انا ما بعملش كده النهارده. انا النهارده يوم ما استلف انا بستلف علشان انا بوصل غاز طبيعي للبيوت، وبعمل صرف صحي، وبعمل محطات ميه، وبعمل بنيه تحتيه، وكل ده بيجيب ايرادات بعد كده، ففي تنميه، في فرص عمل، في حركة طبعا. الناس مجتمع. حاسه بكل الكلام ده يا فندم. سؤالي الاخير، اخبار زياده الضرائب يا دكتور مايت؟ مفيش زيادة ضرائب يا فندم. انا يعني وزير مالية نفسه يزود ايرادات بس. على مسؤوليتك اهو، واحنا خدنا وعد مفيش زياده في الضرائب. ان شاء الله ما في زياده في كل الضرائب. سنه وانت طيب، شرفتنا، ونتمنى حضرتك لحضرتك كل التوفيق. طيب، شرفتني وانت دكتور طيب. محمد معيط وزير ماليه مصر. انا بس عايز اقول، بس اكرر دي لانها بالنسبه لنا ده منشط انا عايز الناس تعرفه. على مسؤوليه الدكتور معيط وهو واحد من افضل وزراء الماليه في مصر، بيقول لي ان الدين الخارجي هو في الحدود الامنه المسموح بها، وربما تقل في المعدل عن بعض الدول التي في نفس ظروفنا. الكلام ده هو كلام كده صحيح يا دكتور معيط؟ مظبوط 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 انا مظبوط. ودايما بقول لحضرتك هو دايما لازم ما يغيبش عن ذهننا. احنا كنا الاول بنستلف عشان نحط دعم البنزين والسولر في تنكات العربيات، انا ما بعملش كده النهارده. انا النهارده يوم ما استلف انا بستلف علشان انا بوصل غاز طبيعي للبيوت، وبعمل صرف صحي، وبعمل محطات ميه، وبعمل بنيه تحتيه، وكل ده بيجيب ايرادات بعد كده، ففي تنميه، في فرص عمل، في حركة طبعا. الناس مجتمع. حاسه بكل الكلام ده يا فندم. سؤالي الاخير، اخبار زياده الضرائب يا دكتور مايت؟ مفيش زياده ضرائب يا فندم. انا يعني وزير ماليه نفسه يزود ايرادات بس. على مسؤوليتك اهو، واحنا خدنا وعد مفيش زياده في الضرائب. ان شاء الله ما في زياده في كل الضرائب. سنه وانت طيب، شرفتنا، ونتمنى حضرتك لحضرتك كل التوفيق. طيب، شرفتني وانت دكتور طيب. محمد معيط وزير ماليه مصر. سؤالي الاخير، اخبار زياده الضرائب يا دكتور معيط؟ ما فيش زياده ضرائب يا فندم. انا يعني وزير ماليه نفسه يزود ايرادات بس. على مسؤوليتك اهو، واحنا خدنا وعد مفيش زياده في الضرائب. ان شاء الله ما في زياده في كل الضرائب. سنه وانت طيب، شرفتنا، ونتمنى حضرتك لحضرتك كل التوفيق. طيب، شرفتني وانت دكتور محمد معيط وزير ماليه مصر.